بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنيته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه مماثله الى اخيه معالي السيد هشام المشيشي رئيس الحكومه التونسيه